السلام عليكم. محاضرتنا اليوم لمادة الأورغستولوجي رقم 18 بعنوان Maxillary Sinus. دكتورة لبنى، قسم طب الأسنان، كلية الإسراء، الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranasal Sinuses. Paranasal air sinuses are the air-filled mucosa lined cavities which develops in the cranial and facial bones. إذن هي عبارة عن تجاويف هوائية مليانة بالهواء ومبطنة بميوكوزا أبيثيلية وتكون محصورة بين عظام الوجه وعظام الجمجمة بين الفيشيال بون وبين الكرينيال بونز. These are the spaces which communicates with the nasal airway. تتصل هاي التجاويف مع التجويف الأنفي باعتبار النيزال كافيتي هو أهم كافيتي باعتباره بداية الريسبيراتوري سيستم. فعلى ضوءها أنه كل السينسز تكون تصنف وتسمى على هذا النيزل كافيتي. These form the various boundaries of the nasal cavity. إذن هي المكزيلري سينس حيسوي لنا حدود الباوندري مع النيزل كافيتي. The sinuses are named for the bone which they are located. يسمى السينس باسم العظم اللي موجود بداخله. يعني الفرونتال بون إذا داخله سينس نسميه فرونتال سينس. المكزيلري بون ماكسيلاري بون داخل الساينس نسميه ماكسيلاري ساينس وهكذا. The paranasal sinuses include the maxillary air sinus, frontal air sinus, ethmoidal air sinus, and sphenoidal air sinus. إذن paranasal سميناها paranasal لأنه هي مجاورة للنيزال كافيتي. إذن هي مجاورة يعني para مجاورة. بما أنه هي كلها هاي تجاور النيزل كافيتي فنسميها paranasal sinus. المكزيلري sinus هذا على الجهة اليمنى واليسرى left and right هذا يكون pyramidal in shape هرمي الشكل. هاي البيس مات هنا والمنانة القمة إذن هاي القمة وهاي القاعدة وتكون عنده أوجه أربعة فهو إذن هو يشبه هرمي الشكل. هذا أيضا هنا قريب من النيزل نسميه paranasal sinus. داخل المكزيلاري بون يقع فسميناه مكزيلاري ساينس. هنا ايضا عندنا هنا الفرونتال داخل الفرونتال بون هذا الفرونتال ايضا مجاور للنيزال كافيتي. الاثمويدال اير ساينس هنا يكون بالعين هنا تشوفوا كلش واضح هذا الاثمويدال من هنا هذا هاي هنا مكتوب عندكم اثمويدال هنا شويه عن العين. والسفينويدال هذا على جانبي العين من الجهتين اكو سفينويدال هذا سفينويدال ساينس. منانة ومنانة. إذا هاي عندنا بالنيزل كافيتي عندنا السوبريور والميتس والميدل ميتس والإنفريور ميتس. فهذا الأوبنينج مالت الماكزيلاري ساينس ينفتح وين؟ بالميدل ميتس عن طريق الفتحة نسميها بالأوستيام. إذا الدرينج مالت إذا صارت بيه سوائل أو صار بيه إنفلاميشن أو أي باص أو شيء هنا حيصير درينج مالت إلى النيزل كافيتي. لكنه ما يصير بالقاعدة إلى أن يوصل مستوى يصعد من هاي فتح على النيزل كافيتي بواسطة هاي فتحات الأوسيوم. إذا هاي السوبريور وهاي الميدل ميتس هو اللي يفتح بيها الميدل هاي الإنفريور ميتس. Definition of maxillary sinus. تعريف maxillary sinus is the pneumatic space that is located inside the body of the maxilla and that communicate with the environment by way of the middle meatus and nasal vestibule. إذا هو عبارة عن فراغ spaces هوائي موجود داخل المجزلة ويتصل ويا الانفايرمنت مفتوح يعني عن طريق الميدل ميتس وعن طريق النيزل يعني يرتبط ويا النيزل مكان هاي الميدل ميتس عن طريق فتحة نسميها بالأوستيوم. الإكسبانشن أوكر مور رابيدلي أنتل أور بيرمننت تيث هاف إيربتد. إذا يكمل الماتوريتي مالته وتكوينه يكمل مع ظهور الأسنان الدائمية كلها. فيوصل تقريبا إلى عمر 18 سنة يكمل تماما يصير يعني ماكسيلاري ساينس ماتشور. إذا ريتش ذا ماكسيمم سايز يوصل أكبر حجم إليه بال 18 سنة لأنه كل البيرمننت تيث راح تكون صارت إيربشن حتى الثيرد مولر. Development maxillary sinus is first of the paranasal sinus to develop. أول واحد يتكون هو maxillary sinus. It starts as a shallow groove. يتكون على شكل فد groove سطحي بالmedial surface of the maxilla. يصير فد groove مثل شق صغير بالmaxilla
خلال الرابع شهر من الانترايوترال لايف فورث مانث، يعني بالشهر الرابع من عمر الجنين. changes التغيرات اللي يصير عندنا أو تكوينه أثناء تكوينه مع تقدم العمر، يعني من كان طفل إلى أن يكبر، أنه its development maxillary sinus is يكون بالبداية tubular، يكون شكله tubular at birth، فد tube هنا أنا بالمكزيلا tubular in shape، بعدين من يكبر يصير ovoid in shape، وبعدين إلى أن يصير عندنا بالadulthood من يوصل للبلوغ يكون pyramidal in shape، يكون هذا شكله pyramidal، يفتح هنا بالميدل ميتس، بالميدل ميتس يكون بايراميدال ان شيب. إذن هذا يكون التطور مات بهذا الشكل. الاوستيوم عندنا فتحة تتصل بالمكزيلاري ساينس ويا النيزل ساينس، نسميها بالاوستيوم. هذا المكزيلاري ساينس هنا تشوفوه بالرسم، هاي الفتحة من هنا تفتح بالميدل ميتس، هذا الميدل ميتس تنفتح ويا الانف. The opening of the maxillary sinus is called ostium. Thus, open in the middle meatus at lower part of the hiatus semilunaris. يفتح بالميتس سيميلونارس بالجزء الأسفل من عنده. Lies above the level of the nasal floor. يعني فوق قاعدة الفم. الأنف. فوق القاعدة تقريبا بشوية بالميدل ميتس. The ostium lies approximately two-thirds up the medial wall of the sinus. إذن هي وين تقع؟ تقريبا ثلثين الميديال مات الساينس، ثلثين الوسط، يعني شوية أعلى من الوسط. Making the drainage of the sinus inherently difficult، فتخلي الساينس مات صعب، لأنه هي مو بالقاعدة صايرة الفتحة، حتى الدرينج مات من يصير بيه سوائل والتهابات تجمع بيه حتى تنزل من الأنف، لا إلى أن كل شيء يوصل مستوى يا الله يقوم الدرينج مات، فهاي شوية تكون صعبة. هاي هنا تشوفون موقع المكزيلاري ساينسز، هنا هذا عبارة عن هرم الشكل القاعدة منه والأبكس منه، وهاي هي الميدل ميتس، وهنا الفتحة مال الأوستيوم يفتح بالأنف. Floor of the sinus القاعدة مال الساينس هنا تكون أنه formed by junction of the anterior sinus wall and lateral nasal wall. إذا الأنتيريور وول مال ويا اللاترال مال النوز نيزل كافيتي تقريبا 1.2 سنتيمتر below نيزل فلور، تقريبا جوا النيزل فلور. Close relationship between sinus and teeth facilitates spread of pathology. بما انه هاي الروتات مات اكثر شيء 6 و 7 ومرات ال 5 انه يكون هنا الروتات داخل الساينسز، الباثولوجي اي باثولوجي هنا بال أسنان إذا صارت تنتقل، وبالعكس أيضا من عنده يشعر ألم بالأسنان هو البيشنت، مع أنه إذا عنده ساينوسايتس التهاب بالجيوب يقوم السكس يوجع عبال السبب، يعني هو السبب، والسفن مرات الفايف إذا صاعد بالساينس، بينما هو عنده التهاب بالجيوب لازم نميز هذا، مرات يشلع أسنانه يقلعها عبال الألم من عنده، بينما هو يطلع عنده بعدين ساينوسايتس أو التهاب بالجيوب. Now we have the functions of the maxillary sinus. ما هي وظيفة الماكسيلاري sinus? The first one is the humidification and warming of inspired air. أول شيء لح يسوي لنا تطيب وأيضا تدفئة للهواء اللي نتنفسه، للهواء المتنفس. إذن الهواء اللي يدخل النيزل كافيتي يسوي له تطيب ويسوي له تدفئة. The second one is the assisting in the regulating intranasal pressure. أيضا هو يساعد على أنه ينظم لنا الضغط داخل الأنف. Lightening the skull to maintain proper head balance. يخفف من وزن الجمجمة، بأنه هي الفراغات موجودة بالعظام، بعظام الجمجمة، فتخفف من وزنها حتى تعطينا فد بالانس أو تناس يعني تناسق للرأس أو توازن للرأس. الامبارتينج ريزونانس تو ذا فويس، اذا هو ينغم الصوت، اذا الصوت من يمر بهاي الفراغات الهوائيه يصير بتنغيم وتكبير للصوت. ابزوربشن اوف شوكس، اي ضربه تجينا على الراس يمتص هو الصدمات مالته، اذا بوكس او ضربه تجي على الوجه فهو راح يمتص هاي الصدمه باعتباره فراغ يضيع بيها الصدمه الضربه.
filtration of the inspired air. أيضا الهواء اللي يدخل للنيزل كافيتي يصير بفلتره، يتفلتر ويتنظف، لأنه بوجود السيليا بداخل الأبيثيليا مالته نوعها هي stratified columnar epithelia والسيليا بها. هاي السيليا هي اللي يسوي لنا filtration، تنقي الهواء اللي دا يدخل النيزل كافيتي. Now we have the oral and oral communication. This is very important point. هاي المهمة انه تتعلق بالأسنان أثناء قلع. هنا مثل ما نشوف هاي الأشعة، إذا قلع الـ 6 أو الـ 7 الـ upper 6 أو 7 يكون داخل الأنترام. هاي حدود الأنترام، اسمعوا المكزيلاري ساينس أو إذا تسمعون مكزيلاري أنترام هو the same. هاي هنا نشوف حدوده، هي مو عدلة تكون القاعدة وإنما تمتد على الروت مات الـ upper molars. مرات حتى الـ 5 يكون داخل ضمنه ويفصل عنه بواسطة الأبيثيليا فقط. هنا حدود الابيثيليا، فإذا سوينا اكستراكشن قلع لل 6 أو 7 وانقلعت ويا هذه الابيثيليا اللي تفصل النيزل الماكسيلاري ساينس عن الاورال كافيتي، راح يصير عندنا فت كوميونيكيشن، اتصال بيناتهم نسميه بالاورو انترال فيستولا. اورو يعني اورال كافيتي، والانترال يعني هو الماكسيلاري انترام، نسميه يصير كوميونيكيشن. هذا نعرف الكوميونيكيشن من البيشنت، اذا تمضمض او شرب مي راح يقوم يطلع من الخشمه، من خشمه يطلع المي. هاي الفتحه اللي نشوفها هنا نسميها بالاورانترال فيستولا، راح تكون فتحه تتصل بها المكزيلاري ساينس ويا الاورال كافيتي. وايضا فاحسن طريقه احنا ورا القلع نقول له سد خشمك وانفخ، فاذا نفخ وشفنا من هنا طلعت فقاعات هواء يقوم يعني مثل يبقبق الجرح بهواء، نعرف انه صار عندنا كوميونيكيشن وصارت فيستشيلا. تعريف الفيستشيلا انه هي كوميونيكيشن بين تو نورمال كافيتيز، نورمال كافيتي هو الماكسيلاري ساينس والاخر هو الاورال كافيتي. اذا هو اتس باثولوجيكال تراكت، هو هذا يعتبر مرضي مو طبيعي، وانما حاله تعتبر غير طبيعيه ذات كونيكت ذا اورال كافيتي تو ذا ماكسيلاري ساينس. ماكسيلاري ساينس بيرفوريشن، هذا يصير بيرفوريشن ثقب. That occurs occasionally during the extraction خلال القلع مات maxillary teeth. And it may be a cause of maxillary sinusitis or aura antral fistula. أيضا يسوي لنا التهاب sinusitis بالsinus، وأيضا يسوي لنا هذه الأورا antral fistula. The patient complained of regurgitation of food through the nose while eating. إذا من ياكل أو يشرب راح يطلع من خشمه المي أو الأكل، يعني المي أكثر شيء، من يشرب مي يقوم يطلع من خشمه يعني، فنعرف أنه صار عندنا communication. مرات أكو أطباء أسنان ما يشيكون ورا القلع ويقول له انفخ مثلا حتى يشوف صارت فتحة أو لا، فهو من يرجع البيت بس يشرب مي يقوم يطلع من خشمه، يجي ثاني يوم لازم تسوي له أنت فد suturing أنه تسد هاي الفتحة، تحاول تحط له باك وتسوي له suturing وتسدها وتعطي treatment طبعا. هيستولوجي، نشوف الطبقات النسيجية اللي يتكون منها السينس. هو الماكسيلاري سينس is lined by three layer، يكون من ثلاث طبقات مكون. The basal يكون الأبيثيليا، the first one is the epithelial layer، بعدين وراها تجينا البيسال لامينة and sub epithelial layer with ostium. إذا ثلاث طبقات، هاي الأبيثيليا اللي هي pseudo stratified columnar epithelia نفس النيزل كافيتي، نفس الأبيثيليا مال نيزل كافيتي، وتكون هاي السيليتد، هاي السيليتد هنا تكون هي اللي تسوي لنا هيوميديشن وفلتريشن، وتسوي لنا يعني فوائد للاير اللي من يدخل من النيزل كافيتي. السيليا بيت من تتحرك هذه السيليا، ذا ميوكاس اون ابيثيليا سيرفيس موف فروم ساينس انتيريور توارد ذا نيزل كافيتي. إذا هو من تتحرك تحرك الميوكس اللي ينفذ على الأبيثيليال سيرفيس تحركه باتجاه يطلع للنيزل كافيتي حتى ما يتجمع بالماكسيلاري ساينس. إذا طبقات أبيثيليا وصب أبيثيليال لاير، وبعدين يجي والبيزل لامينة طبعا يفصل، وبعدين صب أبيثيليا وبعدين بريوستيوم بون. يعني pathologic condition of maxillary sinus، شنو هي الحالات المرضية اللي تصير عندنا؟ يصير عندنا sinusitis، maxillary sinusitis، التهاب بجيوب الساينس،
ايضا يصير عندنا اودونتوجينيك سيستيك تيجي مرات بالماكسيلاري ساينس، يعني عبارة عن اكياس سيستيك، وايضا يصير تيومر بالماكسيلاري ساينس، مرات يصير تيومر اورام بالماكسيلاري ساينس. اناتومي اما يعني تشريحيا شلون شكلها، قلنا شكلها هرمي، شكل بيراميدالين شيب، هاي القاعدة مالت البيس وهاي القمة الابيكس، وهنا يكون largest of the paranasal sinus وأكبر واحد، يكون communicates with other sinuses through lateral nasal wall، يتصل قلنا باللاترال nasal wall عن طريق فتحة الأوسيوم ويتصل ويا باقي السينسز. horizontal pyramidal shape هذا يكون هرمي شكل horizontal، قاعدة ما مو بالأسفل وإنما مائلة، والأبيكس يكون بالعكس تفتح بالنيزل كافيتي. هذه البيس وهذا الأبيكس، والباقي هاي الأربعة أوجه اللي هي superior, inferior, lateral and anterior. هاي عنده أربع أسطح، أربع walls، عنده apex وبيس. لهنا انتهت محاضرتنا رقم 18 الماكسيلاري ساينس، شكرا جزيلا.